اليوم نشوف واحد النص قرائي ممتع. لكتور، لير ان ريسي دو فواياج، تقرا سرد عن سفر. اون روت بور لاند، في الطريق الى الهند. الهند هي واحد الدوله في وسط اسيا، قاره اسيا. نشوف الصوره. الاستاذ اوبسيرف ايماج، ايوك اوبسيرف ايماج. شوف هذه الصوره هذه. Que vois-tu? شنو كتشوف؟ غتقول له جو فوا ان كومبين كار. هذه واحد السيارة ديال التخييم، كومبين كار، فيها الماكلة، فيها النعاس، فيها كل شيء. اي جو فوا اون فامي، وكنشوف عائلة، الاب هو، الام هي، جوج وليدات هما هنا، جوج وليدات الفوق. يقول لك مثلا كو سينيفي، شنو كيعني لو تيتر دو سو تيكست اون روت بور لاند، شنو كتعني هذا العنوان ديال النص. غتقول له فهمت منه بان هذه العائلة هذه غادا للهند. Que la famille part en voyage en Inde. Bien là, on va faire l'Inde. Donc, à ton avis, quel peut être le rêve de cette famille? Je ne sais pas si c'est le rêve de cette famille. Le rêve de cette famille peut-être est de faire un homme de le voyage vers un pays précis. Un pays précis, un pays qui fait le Qassadi, c'est l'Inde. Moi, le Qassadi, c'est le Qassadi. Je vais vous dire, 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 je vais En route. Pour l'Inde, fait الطريق إلى الهند. Une famille, واحد العائلة, un rêve, عندها واحد الحلم. Partir, تمشي. Plusieurs mois, تمشي شهور متعددة, هي شادة الطريق. Dans leur داخلة, leur camping-car, داخلة سيارتي, تخييم ديالهم. غازيل, شنو سميتها؟ هذيك السيارة ديال التخييم كيدلعوها كيسميوها الغزالة ديالها. يسميها الغزالة، واش لأنها حيت زوينة، واش لأنها كتمشي بسرعة، المهم عزيزة عليهم ديك السيارة ديال التخييم، سمينا الغزالة. بوغ لاند غيمشيو بها للهند، لأن الهند بعيدة وفي قارة أخرى، يعني ممكن يديروا شهور وشهور. لي بارون اي لور كاتر انفون، هاد العائلة وعندهم ثلاثة أربعة ديال الأطفال، وأطفالهم الأربعة فون رياليزي، غادي ينفذوا هاد الحلم، غادي يحققوا هاد الحلم ديالهم. دون سي تيكستري، في هذا المقطع ديالها، في هذا النص، دون سي تيكست، لا مامون، الام، شنو كدير؟ في لو ريسي، كدير لنا السرد، كتعاود لينا، كتحاجي لينا هذه الحكايه ديالهم، كيفاش تسافروا للهند. دو لوغ ترافيرسي ديال القطع ديالهم، انهم كي داروا قطعوا دو ديزير، قطعوا الصحراء ديال الهند. الام هي اللي غادي تحكي لينا في هذا النص هذا. شنو كتقول الام؟ لان ابخي لوتر، واحد تلو الآخر. Les enfants commencent à se réveiller. دراري ديال أولادها بداو يفيقوا. Se réveiller. Nous arrêtons gazelle. حبسنا الغزالة. يعني كيهضروا على كومبين كار. يعني على ديك الطوموبيلة ديالها. الغزالة quelques instants. لحظات. بعد اللحظات وقفوا الطوموبيلة ديالهم شي لحظات. Et je fonce. يعني كتهضر هي مشات فين مشات. À l'arrière. في اللور ديال الطوموبيل. رجعت اللور ديال الطوموبيل. غولوفي لا طابل، انها تحيد الطابله، ربما كلاو في ديك الطابله هذيك، غتمشي تهز ديك الطابله في اللور ديال الطوموبيل. حيد الطابله، اميتر ان بو دوردر، ودير شويه ديال النظام، يعني تقاد ديك الروينه اللي مرونه في ديك البلاصه اللور ديال الطوموبيل، تقاد دير شويه ديال النظام هو لوطر. بوندون كو لي زونفون سابي، بيدما الدراري ديالها يلبسوا حوايجهم. يعني ربما تفاقوا الناس فطروا هذيك في ديك الطابله ينوضوا يلبسوا حوايجهم يقادوا سابي توم اش كتقصد به الزوج ديالها ا ديجا ريديماري ادريان ديمارا الطوموبيل كان وقفها دابا ديماراها اي جو في باسي لو تيرموس وانا بديت كندوز تيرموس تيرموس هو داك اللي كيديروا فيه قهوه ولا اتاي ولا هذيك باش كيبقى سخون كيتسمى باللغه العربيه الكاظمه دو تي الترموس ديالاش ديال اتاي اي لي غاليت والكعك دو بيي ديال البلاد يعني جابوه معاهم من بلادهم regardez شوفوا dans cette immensité grandiose قال لهم شوفوا في هاد الفضاء الواسع الكبير يعني الصحراء خاويه وكبيره قال لهم شوفوا على كبوريه وعلى شساعه كاينه هنايا que les premiers rayons du soleil وهاد الأشعة الأولى ديال دي سولي يعني باقي هاد الصباح راه باقي عندهم الصباح كوفر ابان بحال بدات تغطي
بحال بدات ديك الاشعه ديال الشمس كانت كتغطي الجو، يعني كانت بدا يطلع النهار ابان، يعني بحال اون كارافان، واحد القافله سافونس. حنا غنشوفوها عندكم، شوفوا الصوره باش تتبعوا معايا مزيان، شوفوا مزيان. هذه هي اللي كيقصدوا، ها هما دايزين، هي بنت لهم هاد الكارافان، هادي كتمشى فيها الجمال وفيها الدراري الصغار، بحال هازن الرحيل معاهم، وفيها حيوانات في هذه. حنا نتبعوا النص ونفهم، انا غير وريتكم الكارافان باش تعرفوا على من كيهضروا، هاد الاب وهاد المراه ديالو وولادهم على من كيهضروا. رجعوا النص، لك اون كارافان سافونس، واحد القافله تتقدم، انفلوبي دان الو دو بوسيير بلوند، يعني دايره بها واحد الهاله، نالو واحد الهاله دو بوسيير بلوند، ديال الرمله الشقراء، رمله سميتها رمله بحال صفراء، بحال صفراء. دوفون لي زوم، امام الرجال، كوندويز لور شامو، دوفون قدام، قدام في القدام ديال القافله، لي زوم كوندويز لور شامو، الرجال يقودون جمالهم، الرجال سايقين القدام ديال القافله، كاين رجال سايقين الجمال ديالهم، لوغدومون شارجي دو طونت، يعني متقلين مشارجين، لوغدومون تقل بزاف مشارجين دو طونت، لي طونت هما دوك الخيام، الخيام اللي كيهزوهم مثلا من بلاصه لبلاصه وكيمشيو ينصبوهم ويسكنوا في ديك البلاصه، مثلا كيمشيو شي بلاصه فيها الربيع يجلسوا فيها، تاني كيتا كيتسال الربيع ولا هذيك، كيوليو يتحولوا لبلاصه اخرى، عندهم الخيام ديالهم وكيوليو يسكنوا، دوك كيتسموا الرحل، كيرحلوا من بلاد لبلاد تابعين للكلاء، تابعين للماكله المرعى. دو طونت باش متقلين بهذا الخيام، دو تابي بالزرابي، ديستانسيل دوك المواعن دو كويزين، المواعن ديال الكوزينه ديال الطياب وداك الشيء. نو زيكلاتون دو غير، حنا تفرقعنا بالضحك، علاش؟ لانهم جاهم داك الشيء غريب، باقي الناس عايشين غير في الخيام وكيتنقلوا من بلاصه لبلاصه وما لابسينش مزيان، عايشين على الطبيعه ديالهم. اون فويون دي باسي، ملي شفناهم بانهم متجاوزين، يعني ناس قدام. تو لاو الفوق، دي بوتي تيت كوافي دو فوتر برودي، الفوق ديال الجمال كيبانوا لنا واحد الروايصات صغيور، دو بوتي تيت كوافي، ما حسنا واحد الحسنه غريبه، دو فوتر برودي والشعر ديالهم مدفور. لي بلو جون دو لا تروب، هما الصغار كاع ديال ديك داك الفرقه، داك الفريق اللي غادي، يعني دوك الناس اللي غادي هما الصغار فيهم كاع، جالسين فوق دوك الجمال وغاد كيتمشى غاد راكب. il font plaisir à voir، كيعجبك تشوف فيهم، يعني كتشوف فيهم كتستمتع، font plaisir à voir. bien calé au milieu des paquets، بيان كال يعني مكالين مزيان، كنقولوها حتى بالدارجه ديالنا انهم كالي لاصق، يعني مكالين ما يطيحش، لان عنده الامتعه من هاد الجهه والامتعه من هاد الجهه، هم قدام والله، يعني داير الوسط مكالي دي باكي، دوك الباكيات دوك الكراطه اللي فيهم حوايجهم. اي دوسمون بيرسي او ريتم دي زانيمو، يعني وكيتحركوا شويه مع الايقاع ديال ديال الجمال ديال الحيوانات اللي كيتمشوا، مثلا بحال دابا ملي كتكون راكب على الجمل وكتشوف كيبقى راسك كيدندر بحال حتى، لان هو كيتمشى وانت كتمايل معاه، كيتمايل معاه دوسمون، يعني على حساب الايقاع ديال الجمل، لانه كيتمشى غير بشويه، كيبان لك بان الريوس ديالهم كيددنوا غير بشويه، فهمت؟ كيتحركوا. جيشونج كيلكو سيني افيك لي فام، شكون اللي كيهضر هنا؟ راه كتهضر المراه، باقا كتهضر ديك المراه كتعاود لنا دابا على الرحله ديالها، قالت لك جيشونج تبادلت كيلكو سيني بعض الاشارات avec les femmes، يعني بقات كتشير دوك النساء دوك العيالات اللي غاد مع القافله، كي مارش ا كوتي اللي كيتمشاو بالقرب من دوك الجمال اللي غادي كيتمشاو. بي نو، يعني رجلين حفيان، دوك النساء رجليهم حفيان في الرمله. دو فري برينسيس دو ديزير، انهم اميرات، برينسيس اميرات حقيقيات ديال الصحراء. avec leur robe rouge، بالكسيوات ديالهم الحمر، اي اور والذهب ديالهم، et les bijoux والمجوهرات. que font cliqueter leurs pas، اللي كيقرقبوا في رجليهم، يعني بحال داك الخلخال اللي كيكون دايرين في الرجل كيبقى غادي وكيدير الصوت، كيدير كش 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 كش، يعني cliqueter leurs pas، يعني كيتخرشوا دوك الخلاخل في رجليهم. conduit par d'énormes molosses، يعني سايقينهم واحد الكلاب كبار، يعني كلاب كيكونوا عندهم ضخمين بزاف، مولوس هو الكلب الكبير. aux oreilles coupées، اللي عندهم الودنين مقطعين، مقطع لهم ودنيهم. لي تروبو دو شيفر، القطيع ديال المعيز، اي دو موتون وديال الخرفان. فيرم لا مارش،
يعني سيكملوا تقدمة القافلة. سبقنا الرجال، تابعناهم النساء والدراري الصغار ركبنا على الشمال، وفي الاخر كاع اللي ساد هذيك القافلة اللي كتسالي القافلة هو هاد لي تخوبو، يعني ذوك المعيز ديالهم، ولا كان عندهم شي بكار هذه هي اللي كيكون في الاخر كاع ديال القافلة. دو موتون فيرم لا مارش، كيسدوا ديك المشية التمشي اون سولفون سادن، وهما هازن اون سولفون هازن اون تال بوسيار، هازن واحد الغبرة كبيرة، داير الدخاخ ديال الغبره، كونو غاستون اللي بقينا مع ديك الغبره اللي داروا دوك المعيز وداك الشيء افوغلي، يعني عينينا تسدو بوندون كيلكو مينيت، واحد بضع دقائق، يعني تا داز دوك المعيز هذيك وسكرت ديك الغبره عاد قضينا نشوف. لو شيف ا لير تري فيير دو نو فوار سي امبرسيوني بار سا كارافان، يعني الشيف ديالهم القائد ديالهم ا لير كيبان من فوق عاجبو راسو دو نو فوار ملي شافنا عجباتنا ديك القافله، ملي شافنا بقينا كنشوفوا فيها مبروك، وزاد نفخ زاد عجبو الحال، اي ا غران جيست اميكو، بواحد حركات ديال الصداقه ديال بانه كيرحب بينا، نو زانفيت ا لو سويفر، عرض علينا نتبعوه باش نزيدوا نجلسوا معاهم مده طويله نتبعوه في ديك القافله ديالو. نو سوم ان مومون فولمون تونتي، يعني لواحد اللحظه بقينا مبهورين وبحال بغينا نتبعوه، جانا واحد الاغراء كبير اننا نتبعوه فعلا، مي ولكن للاسف ما الاس الي امبوسيبل، راس مستحيل دو لاسي نخليو كازا الغزاله، يعني ديك الطوموبيله ديالهم الكرفان ديالهم ديك كامبينغ كار الغزاله ديالهم مستحيل يخليوها سور لو بور دو لا روت في الجنب ديال الطريق ويتبعوهم على رجليهم، يعني تقدر تسرق تقدر تهرس تقدر شي واحد يهرس لها شي حاجه ولا يدي لها شي حاجه. اي بوي نو زافون، ومن بعد ومن غير داك الشيء، من غير اننا الغزاله ما نقدروش نخليوها بوحدها، نو زافون اونكور طون دو كيلومتر، عندنا بزاف ديال الطريق ديال الكيلومترات اللي خصنا نضربوها اوجوردي في هذا النهار هذا باش نوصلوا بوغ اريفي باش نوصلوا ا ديستيناسيون الوجهه ديالنا افون لا نوي، قبل ما تطيح الليل قبل ما يطيح الظلام. نعاودوا القراءه اون روت بور لاند. Une famille a un rêve, partir plusieurs mois dans leur camping-car gazelle pour l'Inde. Les parents et leurs quatre enfants vont réaliser ce rêve. Dans cet extrait, la maman fait le récit de leur traversée du désert. L'un après l'autre, les enfants commencent à se réveiller. Nous arrêtons gazelle quelques instants et je fonce à l'arrière relever la table. Et mettre un peu d'ordre pendant que les enfants s'habillent. Tom a déjà redémarré et je fais passer le thermos de thé et les galettes du pays. Regardez, dans cette immensité grandiose que les premiers rayons du soleil couvrent à peine, une caravane s'avance, enveloppée d'un halo de poussière blonde. Devant, les hommes conduisent leurs chameaux lourdement chargés de tentes, de tapis, d'ustensiles de cuisine. Nous éclatons de rire en voyant dépasser, tout là-haut, de petites têtes coiffées de feutres brodés, les plus jeunes de la troupe. Ils font plaisir à voir, bien calés au milieu des paquets et doucement bercés au rythme des animaux. J'échange quelques signes avec les femmes qui marchent à côté, pieds nus, de vraies princesses du désert, avec leurs robes rouges et or et les bijoux que font cliqueter leurs pas, conduits par d'énormes molosses aux oreilles coupées, les troupeaux de chèvres et de moutons ferment la marche en soulevant une telle poussière que nous restons aveuglés pendant quelques minutes. Le chef a l'air très fier de nous voir si impressionnés par sa caravane et, un grand geste amical, nous invite à le suivre. Nous sommes un moment follement tentés, mais hélas, il est impossible de laisser ainsi gazelle sur le bord de la route. Et puis, nous avons encore tant de kilomètres à faire aujourd'hui pour arriver à destination avant la nuit. Je vous laisse là. Je lis et je comprends. Où se passe la scène? Fin qui est quoi? L'ahdat, le mishhad, fin qui est quoi? Le réponse est dans
cette immensité grandiose. Fed l'khla l'wasi. Cette grandiose. كيما وصفوها هما بأن هذا النخلة كبير شاسع الصحراء كبير. De combien de personnes est constituée la famille? شحال من شخص كاينه في هذه العائلة؟ هي كونستيتي دو سي بيرسون، علاش؟ لأن فيهم ستة ديال الناس، الأب ومرتو وأربعة ديال ولادو. كومون أبل تيل لو كامبينغ كار؟ علاش شنو كيسميو ديك الطوموبيلة ديالهم ديال التخييم؟ شنو كيسميوها؟ كيسميوها غازيل، سمي منها الغزالة. علاش قال بوكوا؟ مثلا إلي رابيد، مثلا هي سريعة، إلي رابيد، إلي رابيد. سؤال سبعة اش كيقول؟ Pourquoi le camping-car s'est-il arrêté quelques instants? علاش هذاك الكامبينغ-كار ولا سيارة التخييم وقفت بعد الدقائق مثلا، شي لحظات وقفت؟ علاش؟ لأن لي زونفون الولاد بداو كيفيقوا، خاصهم يفطروا باش توجعوا. كومونس لي زونفون كومونس أ سو ريفيي، سو ريفيي، à se réveiller. Que fait la maman? Chnou kedir l'homme? L'homme rajat bach tjma dunya Allah. Que fait la maman? L'homme rajat tjma dunya ou tahiy at-tawla. Ou bda tdawr alayhom le thermos de thé. Fait passer qad kdawr alayhom. Le tqdrou dirou bihna jma at-tawla ou dart l'ordre, dart nizam chwiya. Le thé et les galettes. Ouais. Deux autres صفحة أخرى، صفحة 113. À quel moment de la journée في أي وقت من اليوم la famille العائلة ديك العائلة اللي فيها الأب والأم وليداتهم rencontre-t-elle la caravane؟ فوقاش تلاقاو مع ديك القافلة اللي في الطريق ديال الهند؟ Le matin، تلاقاهم في le matin، الصباح. أنا قال لك les premiers rayons de soleil، يعني بحال بدات ديك الأشعة ديال الشمس الأولى كتبان. Qui sont les voyageurs de la caravane? Je connais ma de plus simple les fédic al carav des nomades, yani qu'est-ce que nous le bédou rohal, yani rohal de plus qui n'a pas l'homme blasse à blasse à qui a le bois de ma clé d'yel si bédé là. Je lis et j'écris après au waksoub. Répond aux questions suivantes. J'ai bien essayé de te lire. Qui raconte cet épisode de la traversée du désert? Je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit le maqta d'yel. اللي قطعوا فيه الصحراء. سي لا مامون، الام اللي كي راكون، سي لا مامون اللي كتعاود، ماشي الاب ماشي الاولاد، سي لا مامون كي راكون. نكملوها، كي راكون اللي كتحكي. قال كرو ليف لا فراز كي لو مونتر، كتب لنا الجمله اللي كتبين هاد ان بان الام هي اللي كتعاود. الجمله اللي كتبين هي تلقى فيها لا في الاول كاع قالك لا مامون الام في لو ريسي كدير لنا الحكي، لو ريسي كدير لنا الحكي، السرد ديال القصه ديالهم دو لو ترافيرسي ديال انهم قطعوا ديال القطعه ديالهم لي ديزا. كملوها راسكم، ندوزو ل سي و تي اش كيقول في الاسئله اللي فيهم. Comment l'auteur décrit-elle les femmes de la caravane? Kifa tasifu al-katibatu l'auteur, yani l'excide li kataoudna li kitbet had an-nas hada, kifash katwasaf lna hadouk an-nisa dial la caravane, katwasafhom bi'annahum de vraies princesses, innahum ajbouha w lat qalt bi'annahum amirat haqiqiyat, de vraies princesses du désert ديال الصحراء، اميرات حقيقيات ديال الصحراء. وكملت الوصف ديالها افيك لو روب روج اي اور اي بيجو كو فون كليكوتي لو بار ممكن تزيدها داك الشيء كتكتب في التفصيل ديال البنزين ولا كمل كامل الجمله خذها من النص.
بوكو لو شيف دو لا كارافان اتي لير فيير؟ علاش هذاك القائد ديال ديك القافله كان من فوق وعاجبه راسه وعاجبه الحال؟ Il voit que les voyageurs du camping-car, que je viens de nous dire, le camping-car, je nous parle, impressionné. Car, il voit, il aperçoit que les voyageurs, sont impressionnés, yani mundahishin. يعني بحال شافوا شي حاجه غريبه ما عمرهم شافوها. امبرسيوني بار سا كارافان، يعني زاد عجبو الحال، زاد تنفخ. السؤال 12 قال لك اونتور سو كي فري، دور على داك الشيء اللي صحيح. سو تكست اي، هاد النص شنو هو؟ ان ريسي دو فواياج، واحد الحكايه على واحد السفر، سرد على سفر، اون لاتر بيرسونيل ولا رساله شخصيه، ولا اون بويزي قصيده. اذا كما شفتوا ce texte est un récit de voyage, hikaya ala safar, ماشي قصيده وماشي رساله شخصيه. بقالك ce texte narratif, هاد النص سردي raconte شنو كيعاود لنا؟ ان ايفينمون فيتور، واش شي حدث غيجي في المستقبل ولا في البريزون في الوقت الحالي ولا او باسي ولا في الماضي؟ وقع في الماضي، ها raconte لو باسي، كيعاود لنا على الماضي. السؤال 13 اش كيقول؟ كيقول لي فواياجور رونكونتري، المسافرين اللي لقاوهم ديك العائله بار لا فامي سون دي نوماد، هم بدو رحال، يعني كيتنتقلوا من بلاد لبلاد. كيس كي لو مونتر دون لو تيكست، شنو كيبينوا في التكست باش عرفتيهم انت بانهم رحال ماشي غير تجار ولا هادي ولا هادي؟ علاش؟ لان شفتي فيهم النساء والولاد الصغار، وشفتي فيهم الماعن وهزن الزرابي وهزن الخيام، ودين معاهم غلمهم ودين معاهم كلابهم ودين معاهم. اذا هادو باش كنعرفهم بانهم بدو رحال. شنو تقول؟ لي زون كوندويز، مثلا كوندويز الرجال يقودون القافله ديالهم. نقولها من النص، لو شامو الجمال ديالهم، لا تقول كارافان لو شامو لو دومون متقرين، هذه هي المهمه كاع. شارجي نجبدها من النص ونقولها، غير بينت لك وانت تكمل. شارجي دو طونت، شارجي بالطونت بالخيام، من هنا تعرف دو تابي ديال بزرابي الماعن، وكمل. ندوزو لتحت، قالك جون ريشي مون ليكسيك، اغني المعجم ديالي. لاند، الهند شناهي؟ ان بيي دازي دو سيد، يعني بلاد في اسيا الجنوبيه، بجنوب اسيا. الو هو سيركل دو ليميير، يعني ديك الهاله بحال داك اللي كنضربوا على شي ممثل في المسرح ولا فهادي، كنضربوا بداك الضوء، ديك الهاله ديال الضوء. فوتر هو تيسيو اون لان، فوتر هو واحد الثوب ديال القطن، ديال الصوف، كان كيدفروا به شعرهم، دوك الوليدات الصغار كانوا ضافرين به شعرهم. كالي يعني انستال، يعني مثبتي لاصق مكالي. كليكوتي فير ان ليجي بروي، يعني كدير واحد الصوت خفيف، ديك التخرشيش ديال دوك الخلاخ اللي كاينه في رجليهم. امبرسيوني يعني شارمي تروبلي، يعني مندهشين معجبين. مولوس هو غروشيا، هو الكلب الكبير الضخم. هنا قال لك جولي ا اوت فوا، قرا بصوت مرتفع. توم ا ديجا ريديماري اي جو في باسي لو تيرموس دو تي اي لي غاليت دو بيي. ريغاردي دون سيت ايمونسيتي غرانديوز que les premiers rayons du soleil découvrent à peine. Une caravane s'avance, enveloppée d'un halo de poussière blonde. Un agal que je m'évalue. Oui. Que portent les chameaux conduits par les hommes? Je ne sais pas si je mets les saïgnons de Kurgen, les petits rafils. Adjoul, bien, on a des tentes. Des tentes, rien. Des tapis. وكملوا، ما عنديش مساحه فين نكتب لكم. دي تابي وكمل من النص، دي طون دي تابي كذا كذا. وهز انت دوك الدراري الصغار. لو شيف في دو غون جيست اميكو، كيدير داك الشيف ديال القافله كيدير حركات، كيرحب، كيضرب في صدره، زعما عاجبو الحال ان دوك الناس عجبوهم. اميكو بو لي زانفيتي، من اجل على الضيوف، يعني دوك الناس اللي بديك ديك الغزاله، يعني اللي ساكن ديك الطوموبيل، يعني كيشير لهم وكيرحب بهم. بو لي زانفيتي. Qu'est-ce que cela montre? Je ne sais pas ce que
هاد الحركات اللي كيدير هذا الراجل هذا شنو كتبين؟ كتبين بانهم الناس اللي كيرحبوا، الناس اللي فيهم كرم الضيافه، الناس اللي علاش قال لهم تبعونا باش يعني باش يكرموهم. سولا مونتخ لوسبيتاليتي، عاد تقول مونتخ لوسبيتاليتي يعني الكرم وحسن الضيافه، الضيافه ديال دو سينوماد ديال هاد البدو الرحال. نشوفوا السؤال 16. كيل لو تيب دو سو تيكست؟ شنو نوع هذا النص؟ سي ان تيكست ناراتيف سردي كي حاجي لنا، سي ان تيكست ناراتيف. قال لك ا كيل طون سون كونجيغي لي فيرب؟ لي فيرب فاش مكونجيغي؟ مصرف في بريزون دو لانديكاتيف، لو طون ديال هذاك اما بريزون اما ديال الامبارفي اما ديال الاحسن شنو اللي صالح لك. Relève dans le texte un CCL, yani complément circonstanciel de lieu, et un CCT, complément circonstanciel de temps. Yani, à travers, je n'ai qu'un bzem, à travers, je n'ai qu'un bzem.